السلام عليكم ورحمة الله. تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم، وإن شاء الله تحلوا بكرة كويس في الامتحان بإذن الله. حبيت بس النهاردة أعمل لكم ريفيجن سريعة كده ومفكركم بكل حاجة من اللي فات على المنهج كله، فربنا يكرمنا كده مع بعض إن شاء الله، واحدة واحدة كده ونشوف. أنا بس عايز أتشيك الأخبار، الناس، إذا كان في حد موجود ولا ما فيش حد موجود. كده كده الحصة هتتعمل. اوكي، اهلا وسهلا بيكم، وان شاء الله تحلوا بكره كويس في الامتحان باذن الله. كده كده الحصه هتتعمل. يلا توكلنا على الله. دلوقتي احنا لما بنبدا الترم الثاني بيتكلم على فلويدز اترست. اول حاجه او اول درس موجود عندنا في الترم الثاني الدنسيتي. الدنسيتي of material, it is a property for material. Density is defined as mass per unit volume. Mass material over volume material يديني ال density. وخلي بالك دايما انك انت تستخدم SI units. SI units لازم الماس عشان تطلع ال density بالكيلوغرام per meter cube، فيبقى الماس بالكيلوغرام والvolume يبقى should be meter cube. وتبقى ال density of material mass per unit volume، SI units بتاعتها كيلوغرام per meter cube. أهم سؤال في الحتة دي أو السؤال اللي ممكن يوقعنا في الحتة دي هي حاجة واحدة بس، إن كنتوا تبقوا عاملين حسابكم عليها. إيه هي؟ إن لما يسألني طالما الماتيريال ثابتة ما اتغيرتش يبقى الدنسيتي بتاعت الماتيريال ثابتة ما تتغيرش. لو أنا معايا كوباية مية، لو أنا معايا جردل مية، لو أنا معايا برميل مية من نفس المكان اللي باخد منه المية، فهتبقى الدنسيتي بتاعت الووتر ديت ذا سيم. إزاي يعني؟ الماس بتتغير من كوباية للكوبايه الكبيره او الجردل الكبير، فالماس هتتغير بس الفوليوم كمان هيتغير. وبكده لما الاقي الريشيو هتبقى ماس اوفر فوليوم، والريشيو هناك هتبقى ماس اوفر فوليوم، فتصبح الدنسيتي نفس الماتيريال ثابته. خلي بالكوا طالما الماتيريال ثابته ما اتغيرتش فالدنسيتي تفضل ثابته ما تتغيرش، ودي الحته التريكي اللي موجوده في السؤال ده او في الجزئيه ديت من المنهج. اوكي، دلوقتي واحده واحده كده مع بعض. تمام. قال، هنبدأ بأول سؤال. قال كالبانا finds a small stone to help her identify the type of stone. قال decided to find the density. قال explains why she thinks she will help. The density will be the same whatever the size of the stone as long as the type of the rock is the same. دي قال. Her friend Christine disagree. Bigger stone will have a higher density because they are heavier. كريستين مش مذاكرة كويس. كلام كريستين ده يتناقض مع الكلام اللي احنا لسه قايلينه. ها، who is correct, Carl or Christine? طبعا Carl. Explain your answer. Because the density is a property for material. Since the material is constant, material هي rock، نفس الطيب بتاع rock. So the density remains constant. Okay. The table shows the measurements that Carl makes. Carl عملت ايه؟ جابت الماس of stone in grams. 54 grams. وجابت الvolume 23 centimeter cube. State the equation linking density, mass and volume. Density equal mass over volume. دي الإيكويشن اللي بتعمل linking ما بين ال density وال mass وال volume. Calculate the density of the stone فتصبح ال density of the stone mass over volume. فالماس 54 على ال volume 24 فهتطلع لك الرقم بتاع ال density بالجرام per centimeter cubed which is okay. Number 2. قبل ما نتكلم على نمبر 2 عايز افكركم بحاجه واحده واحده كده. تمام مع بعض، ثواني. اوكي، اولا لما يبقى عندي جراف بالشكل ده زي ما حضراتكم هتشوفوا،
ده الاكس اكسس وده الواي اكسس ماس، وهنا سي هنا ماس وهنا فوليوم. اوكي طيب، كل ما الماس او الفوليوم هيزيد بتاع الماتيريال، كل ما الماس بتاعتها هتزيد لنفس الماتيريال، فطلع عندي الجراف بالشكل ده. طيب لو انا حبيت اجيب السلوب، السلوب هو واي اوفر اكس، الواي اللي همها هي ام والاكس اللي هي في، فالسلوب بتاع الجراف ده ماس اوفر فوليوم يديني مين؟ الدنسيتي اوف ماتيريال. اوكي طيب، لو انا عندي العلاقة بالشكل ده، عندي دي ماتيريال A وعندي هنا دي ماتيريال B وعندي هنا ماس وعندي هنا فوليوم، يبقى أول حاجة احنا عارفينها إن السلوب بتاع الجراف ده Y over X، الواي هي الماس والإكس هي الفوليوم، فيبقى السلوب هو ماس over فوليوم يديني density. طب تاني حاجة تيجي نتفرج، شايفين هنا السلوب هو الأنجل مع الإكس أكسس، فلو جينا اتفرجنا مين عامل أنجل أكبر مع الإكس أكسس؟ الـ A، فيبقى السلوب of A greater than slope of B، وكده يبقى معنى كده density of A greater than the density of B، يبقى كده density of A greater than the density of B. شكرا، تعالوا دي ثانية واحدة كده نرجع تاني نشير السؤال. اوكي معلش، دلوقتي the adjacent graph represents the relation between different masses and volume of two different objects. طبعا two different objects لأنهم two different densities. عرفت منين؟ لأن the slope of A مختلف عن the slope of B، حيث أن slope of A greater than the slope of B. Density of A greater than the density of B. Where A is liquid, B is solid. Examine the graph then answers the following questions. Which has a higher density and why? يبقى A has a higher density because the slope of A greater than slope of B. What do you expect when body B placed over the surface of B? When body B placed over the liquid A. احنا اتفقنا ان density of B less than the density of A، يبقى اذا once you transfer solid B and placed over liquid A it will float since the density of B less than the density of A، فهيحصل flotation over the liquid، يبقى B had floats over the liquid يا جماعة. اوكي density of B less than the density of A، تمام اذا one. اوكي next سؤال اللي بعديه، هنا هننتقل لنقطة تانية عايزين نفكركم بيها، هي البريشر. البريشر is defined as normal force acting per unit area perpendicular force acting per unit area. ولو حبينا نتذكر مع بعض برضو، عايز افتح معاكم كده البورد كده ونتفرج عليها. Okay. El pressure equals normal force acting per unit area. كويس. وبناء عليه لو فرضنا ان انا الفورس عندي رقم ثابت، الفورس اللي هي الويت رقم ثابت، ها العلاقه بين البريشر والاريا؟ فالعلاقه بين البريشر والاريا انفرسلي بروبورشنال، العلاقة هتبقى inversely proportional يا سادة يا محترمين. كل ما الاريا تزيد in contact فإلا هيحصل فالبريشر هيقل، ودي اللي احنا ادينا عليها examples. على سبيل المثال knife، sharp knives، مالها sharp knives؟ عندها ايه؟ small cross sectional area، so it exerts، كل knife sharp knife exert large pressure. طيب لو انا بتكلم على حاجة تانية، لو انا بتكلم على عربية هتمشي في المد،
كل ما الويلز بتاعتها تبقى وايد ويلز يعني اللارج كروس سكشنال اريا، كل ما هتاكزرت سمول بريشر، وده معناه انه هيحافظ على العربيه انها ما تعملش سينك او ما تغرقش جوه مين، ما تغرقش جوه الطين او المض اللي هتمشي جواه. تمام، تعالوا نقرا مع بعض السؤال. The farmer has two carts. The carts have the same weight. اللي هي الفورس يعني. ما هو الويت هو الجرافيتيشنال فورس. But one has four narrow wheels and the other four wide wheels. ادي النارو ويلز احنا شايفينها رفيعة باينة قدامكو، والوايد ويلز عريضة زي ما حضراتكم شايفين. ها يا سيدي عايز ايه؟ In rainy weather which car sinks less، مين اللي هتغطس، مين اللي هتغرق اقل، into soft ground and why. الاول مين الاقل في الغرقان انها تغرق، هتبقى الوايد ويل. كويس، يبقى احنا كده الاول عملنا مينيمايزنج للاختيارات الكارت والكارت ويلز اللي هي الوايد، وبكده يبقى الاجابه اصبحت يا سيدي. طيب واي؟ لان جريتر بريشر اون ذا جراوند، لانها الوايد بتعمل جريتر بريشر اون ذا جراوند. غلط. طب لو خدنا الاجابه دي هي وايد لانها بتعمل ريليس بريشر اون ذا جراوند، ايوه تبقى الاجابه لتر دي. وبكده احنا قسمنا شغلنا لحتتين والحمد لله. تمام، غير كويستشن اللي بعد كده. دلوقتي لو أنا بتكلم على pressure at a point inside the liquid، فالpressure at a point inside the liquid P equals rho G H. rho هي ال density، G acceleration due to gravity، H تمثل depth below the liquid surface. وهنا نخلي بالنا as you go deeper into the liquid، كل ما هتنزل في الليكويد كل ما depth يزيد كل ما البريشر يزيد. ادي واحد. اتنين، ونخلي بالنا ان البريشر والدنسيتي is directly proportional، كل ما الدنسيتي بتاعت الليكويد هتزيد كل ما البريشر هيزيد. يبقى اذا خليك متذكر الكلام ده وتبقى الفورميولا بتاعتي لو انا بتكلم على pressure at a point inside the liquid P equals rho GH. اوكي، the diagram shows a stone suspended under the surface of liquid from a string. The stone experiences a pressure caused by liquid. اوكي، what would increase the pressure on the stone، ايه اللي ممكن يزود البريشر على الستون؟ decreasing the surface area of a stone، no. increasing the mass of a stone، ولا الهواء. lowering the stone deeper into the liquid، لو الستون نزلت deeper into the liquid يبقى الدبسه هيزيد، يبقى البريشر على الستون هيزيد. اللي بعدها نقراها كده، using liquid with lower density. غلط، كان ممكن الجملة دي تبقى صحيحة لو قال using liquid with higher density، لأن as the density increases the pressure increase، ولكن الرجل هنا عايزك تختار الإجابة الصحيحة فداك إجابة خاطئة، ثلاث إجابات خاطئة وإجابة واحدة صحيحة اللي هي C، اللي هي lowering the stone deeper into the liquid. As you go deeper into the liquid as the depth increase the pressure increase. أوكي، طيب السؤال رقم 5 ده هنا بقى سؤال عايزك تعمل ايه؟ عايزك تعرف ان البريشر الفاريبلز او الفاريبلز بتأثر على البريشر حاجتين، واحد بريشر از دايركتلي بروبورشنال ويز دنسيتي، اتنين بريشر از دايركتلي بروبورشنال ويز ديبث. كويس جدا جدا جدا. طب تعالوا نتكلم، تعالوا بص كده، فانا حطيت لك المعلومتين في السؤال ده، حبيت افكرك بالمعلومتين دول في السؤال ده. The diagrams show two divers swimming in the sea and two divers
swimming in fresh water. مبدئيا من الشطارة انك انت تبقى عارف ان الدنسيتي بتاعت السي اعلى من الدنسيتي بتاعت الفريش ووتر. الدنسيتي بتاعت السي 1030 والدنسيتي بتاعت الفريش ووتر 1000، هنا 1030 هنا 1000. طيب قدر انك انت مش عارفها مش مهم، هنكمل وهو هيديها لك. سي ووتر is denser than fresh water on which diver is the greatest pressure. تيجوا نتفق مع بعض واحدة واحدة. greatest pressure أعلى pressure، أعلى pressure للي غرقان جوه الليكويد الدبث بتاعه أعلى. طيب لما أتفرج أنا عندي الـ A والC دول فوق، لكن مين اللي في العمق تحت؟ B و D. كويس، يبقى أول حاجة أنا في الاختيارات بدأت أختار يا B يا D. كويس، على أساس مين؟ اللي عميق، اللي غويط، اللي غرقان. طيب أجي أبص، ما الـ pressure equals rho gh، الـ h اللي هو الأعمق أعلى في الـ pressure. عايز أجيب بقى الأعلى في الـ pressure هو الأعلى في الـ density. طيب يا ترى مين أعلى في الـ density، الـ seawater ولا الـ freshwater؟ طبعا الـ seawater، وبناء عليه يبقى الأعمق اللي موجود في liquid بأعلى الـ density هو diver، وبناء عليه فالاختيار هيبقى B. كويس، question number 6 نبص عليه هنا. 4 flower vases have a circular basis. They are filled with water. So that، خلي بالك عشان هنا السؤال لافف شوية. So that they all have the same weight. تيجي نتفق بس مع بعض واحدة واحدة. يبقى كلهم فيهم نفس الدنسيتي لان كلهم نفس الليكويد وكلهم نفس الويت. كويس، which vase exerts the greatest pressure on its base. خلي بالك لو ما انتش مركز انت حليت السؤال ده غلط. كويس، عارف لو هو بيسالني على البريشر اوف ليكويد ات ذا بيز كنا قلنا ان البريشر بيساوي رو جي H. كلهم ووتر وكلهم، لو انت بصيت بالعين وعملت اكسبلينيشن كده بالعين هتبص، او سوري اكسبلور للسؤال، هتلاقي كلهم نفس الهايت. اذا لو بيسالني على بريشر اوف ووتر ات ذا بيز فكنا قلنا P equals rho gh، كلهم نفس الليكويد يبقى نفس الدنسيتي، كلهم نفس الهايت، فيبقى الهايت اوف ليكويد الهايت اوف ليكويد ذا سيم والليكويد ذا سيم، يبقى البريشر اوف ليكويد على البيز ذا سيم. بس هو ما بيسالنيش على كده، هو بيسالني which vase exerts the greatest pressure on the base. هنا بقى الكلام اتغير. بيسال على الفاز، فالفاز اللي exert the greatest pressure، فالبريشر equal weight acting per unit area، كلهم نفس الويت يبقى الويت ثابت. يبقى احنا عايزين the greatest pressure مع اصغر cross sectional area، اصغر cross sectional area with the base هتبقى letter C بعينيك اللي هي observed by your eyes، فاصغر area cross sectional area هي C. السؤال اللي بعدي. طيب هنا question number 7. The diagram shows three vases, each with the same base area. Each vase contains water on the same depth. طب نتفرج كده. مديني different cross-sectional area بس كلهم water. على which statement about the water pressure at point P, Q and R is correct. ماشي. The pressure at point P is the greatest. طبعا لو احنا واقفين بالنا ان كلهم نفس الليكويد يبقى الدنسيتي ثابته والارتفاع واحد في كلهم، الهايت واحد، فيبقى البريشر عند بي بيساوي بريشر عند كيو بيساوي بريشر عند ار، لان بي ايكوالز رو جي اتش، وبناء عليه يبقى البريشر عند كل البوينتس ذا سيم. يا اساتذه يا محترمين، اوكي تمام. ثواني ناخد السؤال اللي بعدين. ثانية واحدة بس معاكم. اوكي.
كلهم نفس الانتنسيتي سام. اوكي السؤال اللي بعديه نمبر 8. هنا ده برضو سؤال فيه حاجة كده جميلة. The diagram shows a conical vessel full of water. The pressure at point X due to water at P is P. And point X, the pressure P. At Q, at point Q, is distance H up above point X. Christ. Which graph shows the relation, shows the pressure due to water at Q varies with distance H. كويس. تيجي نتفق مع بعض ان البريشر عند نقطة H عند نقطة X ده اعلى بريشر، وبعدين كل ما هطلع لنقطة Q ايه اللي هيحصل؟ الدبس بيلو ذا ليكويد سيرفيس هيقل، فالبريشر هيقل، فانا عايز حاجه البريشر فيها يقل. وخلي بالك بي ايكوال رو جي اتش فالعلاقه لينير. طيب يبقى انا عايز لينير ريليشن، لينير ريليشن والبريشر فيها بيقل. طيب تبقى الاجابه دي، تعالوا نبص كده عند ساعه لما بدات اعمل اوبزرفيشن عند نقطه زيرو ايه اللي بيحصل؟ البريشر كان بقى على قيمه ليه. از ديستانس انكريس، يعني وانا بتحرك من نقطه اكس ورايح لكيو اللي بيحصل الديستانس اتش بتزيد، حيث الاتش هنا مش الدبث، الديستانس هنا انا طالع لفوق، فايه اللي بيحصل؟ فالبريشر بيقل. فهنا ده ريبريزنتد باي جراف دي، ريبريزنتد باي جراف دي. تمام. هنا السؤال ده بتاع السبمارين عايزين نتكلم عليه ونفكركم بيه، اللي جه في مصر سنة 90. A submarine is located horizontally at depth 50 meter from the sea level. The pressure inside the submarine is kept atmospheric pressure. هنا نخلي بالك. إذا كان السؤال على سبمارين أو كان السؤال على ايروبلين، الاثنين دول فيهم عندهم حاجة، الاثنين دول فيهم بني أدمين، إذا كانت سبمارين أو إذا كان إيروبلين. الإيروبلين طلع لفوق بتبقى طايرة على حوالي 12 كيلو فوق سطح الأرض، من 10 ل 12 كيلو اللي هو حوالي 50 ألف قدم فوق سطح الأرض. فإيه اللي بيحصل؟ فبتبقى البريشر واطي جدا جدا جدا. لو البني أدمين اللي موجودين جوه الإيروبلين تمام ما يقدرش، لو انا ما حاولتش احافظ على البريشر جوه اتموسفيريك بريشر، البني ادمين اللي جوه هتتعب، اللي دافعه فلوس وراحه برفاهيه. تمام. ونفس القصه فين؟ في السبمارين. ايه اللي بيحصل في السبمارينز؟ اللي سبمارينز بتبقى على عمق من الميه، الناس لا تحت الميه بتعوم على عمق، يعني على الاكزامبل بتاعنا ده على عمق 50 متر. فلازم اعمل ايه؟ لازم احافظ على البني ادمين اللي عايشين اللي قاعدين جواها في الميشن اللي هم رايحينها. فلازم اعمل ايه؟ لازم اكيب البريشر انسايد ذا انسايد السبمارين اتموسفيريك بريشر. يبقى اذا خلي بالنا في الايروبلين او في السبمارين البريشر شود بي كيبت از ات انسايد، ذا انسايد بريشر شود بي اتموسفيريك بريشر. اوكي الفاليو بتاعته 1.013 تو ذا باور 5 نيوتن بير متر سكوير. اوكي ذا فورس اكتنج اون ذا سبمارين ويندو اون ا سيركولار شيب ويندو اوف ا سيركولار شيب اوف ريدياس 21 سنتيمتر if the density of water is كذا. طبعا برضو هنا من ضمن الحاجات الحلوه ان السبمارين هتتواجد في السي ووتر، فعشان كده مديني الدنسيتي 10 كيلوغرام بير متر كيوب. كويس. لو احب اجيب البريشر تمام، هو عايز ايه؟ عايز الفورس اكتنج اون ذا سبمارين ويندو. تمام. هو دلوقتي لو انا جيت على الويندو وهو تحت موجود بره السبمارين، البريشر اللي ضغط عليها مين؟ البريشر اوف ووتر بلس اتموسفيريك بريشر. طيب وجوه السبمارين مين اللي ضغط عليها؟ جاست اتموسفيريك بريشر. كويس. طب انا عايز افرجكم عليها كده، نتخيل مع بعض كده. نتخيل مع بعض لو فرضت ان ده الويندو سيكشن من الويندو بالشكل ده، وتخيلت اللي هنا
inside the submarine وهنا outside the submarine. ف inside the submarine في pressure. ال pressure هو مين؟ just atmospheric pressure. طيب وال outside بيضغط على الناحية دي مين؟ P atmospheric plus pressure of water. إذا أصبح الويندو ده subjected to two pressures from inside just atmospheric pressure from outside both atmospheric pressure and water. طيب لو احنا تخيلنا ان الفاليو دي هتروح مع الفاليو دي يبقى أصبح النت بريشر اللي بيأكت على الويندو هو just the pressure of water. طيب والبريشر of water هيساوي مين؟ رو جي اتش رو 1030 الجي سي 10 او 9.8 whatever انا مش فاكر هو مدهنا بكام الاتش 50 متر اجيب قيمه البريشر اوف ووتر بيساوي كذا باسكال. اوكي هو مش عايز البريشر هو عايز مين الفورس سينس الفورس او البريشر بيساوي نورمال فورس اكتنج بير يونت اريا يبقى الفورس بتساوي P اللي انت جبتها times A. كويس نرجع تاني نبص مع بعض بقى على السؤال. هنا يبقى pressure rho the net pressure اللي بيأكت على الويندو rho gh 1030 times 9.8 times 50 فيطلع ب 504 700 باسكال. كويس هو عايز الفورس يبقى P times A ال P اللي هو البريشر لسه جايبه انت اللي هو 504 700 times خلي بالك انه كان سيركل فيبقى الاريا اوف سيركل باي R squared وبكده جبنا الفورس اللي مؤثرة على الويندو. طيب وبعدين the force acting on one side of the submarine tail fin which has a rectangular shape of length 3 and width 1. طيب هنا بقى احنا اتفقنا ان في السبمارين اتفقنا inside the submarine اللي البني ادمين هتبقى موجودة فيها لازم نكيب البريشر جوه ايه atmospheric pressure. طيب ولكن لما اجي في الحتة اللي هي عند التيل ايه اللي حصل عند التيل التيل ما فيش في إلا أجهزة ما فيش بني أدمين موجودة هتبقى موجودة فيه ولهذا البريشر المؤثر على التيل فين هيبقى بريشر اوف ووتر بلس الاتموسفيريك بريشر رو جي اتش اللي هو البريشر اوف ووتر بلس الفاليو اوف اتموسفيريك بريشر فتجيب البريشر اوف ذا تيل I'm sorry. The pressure acting on the tail. هنا خلي بالك ان حصل ان في التيل ما فيش atmospheric pressure لان ما فيش بني ادمين هتبقى قاعدة جوه التيل. كويس. ونجيب منه الفورس فالفورس هتساوي الفاليو بتاعت البريشر multiplied by الاريا اللي هي الاريا length time width لانه rectangular shape. كويس. اخر حاجة هو عايزها the total force acting on the sides of the tail. عايزك هنا تبص معايا وتتخيل معايا كده حاجة معينة. تمام انا هتخيل ان ده التيل التيل فين فايه اللي بيحصل النت فورس السؤال اللي قبل منه كان بيقول لي ايه انا عايز الفورس acting on one side على سايد واحد. طيب لكن النت فورس انا لو انا دلوقتي بتخيل ان ده التيل موجود في الميه فايه اللي بيحصل ان حيادي فيه ها بريشر اوف ووتر بلس اتموسفيريك بريشر بتاكت عليه عايز تخلي التيل فين يتحرك الناحيه دي. طب والناحيه الثانيه عندها هي كمان بريشر طب هنا رو جي اتش بلس اتموسفيريك بريشر وهنا رو جي اتش بلس اتموسفيريك بريشر فاصبحت النت فورس اكتنج اون ذا تيل ايكوالز زيرو فالنت فورس acting on the tail equals zero. خلي بالك لان السؤال اللي قبل منه تاني بفكرك كان عايز مين عايز الفورس على just one side لكن السؤال سي كان بيقول ايه هات لي النت فورس acting on the tail فيبقى انت عارف ان التيل بالشكل ده هيبقى فيه فورس من الناحية دي وفورس من الناحية دي فتبقى النت فورس بزيرو والنت بريشر بزيرو اللي بيأكت عليه. كويس تمام غيره نشوف سؤال تاني
يبقى هنا احنا افتكرنا بيه موضوع السبمارين. طيب هنا السؤال ده محطوط عشان افكركم ايه؟ افكركم بالباروميتر. الباروميتر it is a device used to find the value of atmospheric pressure. كويس، اوعى تنسى ال 25 سنتيمتر في اللي انت شايفه ده اسمه ايه؟ تورسيليان فاكيوم، اللي البريشر بتاعه بيساوي كام؟ اسمه فاكيوم، ما فيش فيه جاس، البريشر بتاعه بيساوي زيرو. وال75 ده مين؟ ده الهايت اوف ميركوري جوه البارومتريك تيوب. ال5 سنتيمتر زي ما اتفقنا زمان واحنا مع بعض تمثل مين؟ البتنجان المخلل، الله ينور عليك وللناس اللي قالتها. فال5 سنتيمتر دي لا محل لها من الاعراب عندي. طيب قوم هنا اول ما تشوف الرسمه اللي قدامك ده تعرف ايه ده؟ كان حلم مين؟ ترسلي ايه الاتموسفيريك بريشر اللي انا مش عارف اجيبوه از ايكويفالنت تو بريشر اوف ميركوري كله ما انا اعرف اجيبوه اتس هاي 75 سنتيمتر. بمعنى الراجل اللي اسمه تورشيلي مش عارف يجيب قيمه الاتموسفيريك بريشر، فعمل الباروميتر فقال لنفسه ايه؟ الاتموسفيريك بريشر اللي انا مش عارف اجيبه. ما هو مش عارف يجيبه لان لا كان عنده ساعتها طيارات ولا عنده ساتلايتس ولا عنده اي حاجه تعرفه الهايت اوف اير ان ذا اتموسفيريك انفلوب طوله قد ايه. عمل الباروميتر فقال لك انا لو جبت الهايت اوف ميركوري انسايد ذا بارومتريك تيوب يبقى انا جبت مين؟ يبقى انا جبت الاتموسفيريك بريشر. فالاتموسفيريك بريشر اللي انا مش عارف اجيبوه is equivalent to pressure of mercury كل ما انا اعرف اجيبوه اتس هايت على الرسمه اللي قصادي هنا 75 سنتيمتر مركوري. لو انت معك 75 سنتيمتر من ليكويد اسمه مركوري وعايز تجيب بريشرهم رو جي H رو ميركوري G acceleration due to gravity H هي ال height of mercury جوه البارومتريك تيوب اللي بالنسبة للإكزامبل اللي أنا شايفه قدامي نمبر 10 ده هي 75 فجيب بقى رو جي H فجيب قيمة الأتموسفيريك بريشر. anyway تعالى نرجع للسؤال بقى عشان أنا إيه دايما أنا حطت السؤال عشان الأول يفكرني بحاجة أو أفكركم بحاجة أشرحها لكم وثانيا بعد ما أشرح لكم الحاجة دي أعمل إيه؟ أحل السؤال نفسه وأشوف القصة شكلها إيه. معلش تاني عشان أأكد عليكم، ال 25 سنتيمتر ده اسمه ايه؟ تورسيليان فاكيوم. ال 75 ده الهايت اوف ميركوري جوه البارومتريك تيوب which represent the value of atmospheric pressure في الريجون اللي موجود فيها البارومتر ده. ال 5 سنتيمتر ده بتنجان مخلل. اوكي. which distance is used to calculate the pressure of atmosphere؟ هتبقى 75 سنتيمتر في السؤال ده. شكرا. غيره هنا question number 11 برضو على الباروميتر نبص على بعض مع بعض كده عليه. the diagram shows a sample barometer find the value of atmospheric pressure اللي انا شايفه قيمة الـ atmospheric pressure الـ height of mercury column in the barometric tube 74 سنتيمتر from liquid اسمه mercury. كويس. suggest a reason for this value comparable to the value of atmospheric pressure at STP at this level. STP is standard temperature and pressure. الستاندرد بريشر اللي زي الكتاب ما بيقول هو 76 سنتيمتر مركوري. قوم هنا الفاليو طالعه بكام؟ طالعه ب 74. بيقول لك suggest لما قارن ال 74 بال STP قول لي انت شايف ايه؟ اقول له ان الفاليو دي less than the value of STP اللي هي المفروض تبقى 76. ليه؟ اقول له ايه؟ such parameter او such reading may be taken at the top of high mountain علشان انا كل ما هطلع لفوق كل ما هطلع على قمة الجبل فايه اللي بيحصل؟ فالهايت اوف اير كولوم هيقل فالاتموسفيريك بريشر هيقل وبناء عليه suggest a reason such parameter might be placed over the top of high mountain. اوكي okay.
What does letter A indicate? Torsilian vacuum. What is the value of its pressure? Zero. The value torsilian vacuum and pressure بتاعه بيساوي zero. Okay. What do you expect by tilting the barometric tube? ماذا تتوقع لو أنا عملت tilting ميلت البارومتريك tube؟ بص بقى يا سيدي. ال height of mercury لازم يبقى في الحتة دي في النقطة دي في المكان ده 74 سنتيمتر مركوري. لو أنا ميلت البارومتريك tube اللي يحصل volume of vacuum decreases لدرجة إنه لو مل قوي اللي بيحصل the tube may be filled completely with mercury وساعتها تبقى دي false reading. أصلا القراية دي ما تنفعنيش بثلاث تعريفة لو أنا ميلت قوي. تمام؟ ليه؟ لأن أنا دايما هاخد مين؟ الـ vertical height. ماليش دعوة لو التيوب مايلة، أنا عايز الـ vertical height مش الـ height والتيوب مايلة. تمام؟ كويس. هنا الجراف ده عندي two graphs مهمين جدا جدا جدا. لو أنا عايز أرسم علاقة بين الـ pressure at a point inside the liquid والـ H التي تمثل الـ depth in a closed container. As you go deeper into the liquid, as the depth increases, the pressure increases. شكرا. تمام. أوكي. يبقى إذن وخلي بالك لما الـ depth يساوي zero البريشر بيساوي زيرو. يبقى ده closed container. يعني closed container not exposed to the atmospheric pressure عن depth equal zero. طب depth equal zero ده فين؟ وانا واقف على مين؟ على سطح الليكويد لم اتعمق داخل الليكويد. البريشر equal zero. تمام. طب لو كان الكونتينر open، لو انا واقف على سطح الكونتينر الدبس equal zero، يبقى انا على سطح الكونتينر البريشر not equal zero ولكن equal the value of atmospheric pressure. طب المفارقات الجميلة، واحد انت ده شكل الجراف للكلوزد كونتينر اللي على ايدك الشمال واللي شكل الجراف للكلوزد كونتينر اللي على ايدك اليمين. من المفارقات الجميلة بقى اللي نتكلم عليها ايه؟ السلوب بتاع الجراف اللي على ايدك الشمال رو جي، والسلوب بتاع الجراف اللي على ايدك اليمين رو جي. يبقى وات ايفر الكونتينر كان اوبن ذا كونتينر اور كلوز ذا كونتينر، فالسلوب بيساوي رو جي. كويس، جميل. تعالوا لي هنا واحد من الجرافات أيام زمان المهمة والخطيرة جدا في امتحان ثانوية عامة أيام زمان لما كان الجزئية دي في ثانوية عامة. ها دلوقتي the following table illustrates the relation between P at a point inside water of lake. خلي بالك ليك يعني بحيره، ليك يعني السيرفيس بتاعها اكسبوزد للاتموسفيريك بريشر. وانت بتقرا الباراجراف بتاع اي سؤال عينك لماحه، مخك حاضر وذهنك حاضر عشان يقرا. يبقى معنى ليك انها بحيره، وطالما بحيره يبقى السيرفيس بتاعها اكسبوزد للاتموسفيريك بريشر. ها a point inside the water of a lake and the depth h of this point below the water surface as you go deeper into the lake. Okay. The pressure 1.4, 1.8, 2.6 and 3. طبعا أسوأ سكيل ممكن يختاره طالب اللي هو يقول لي أنا أعلى رقم عندي 3 فأنا عايز أوصل ل 3 من 1 ل 3 هوصل لها 1 2 3 كده خلاص أنت ما أنتش على عارف ترسم حاجة ولا تعمل حاجة ولا الجراف هطلع أي داتا ولا هيطلع بأي شكل. تمام؟ ولكن حضرتك عايز توصل لثري، احلى ارقام ممكن تمشي بيها 0.4. لو انت عملت السكيل بتاعك 0.4 0.8 1.2 بتاع الواي اكسس، ها 1.6 2.4 2.8 3.2 ده الواي اكسس، والاكس اكسس اعلى رقم عنده 20 فممكن امشي. لو هتمشي ونات هتبقى كتيره قوي هتطول عليك، ممكن تمشي 2 هات 2 4 6 او تمشي 4 8 12 and so on. ترسم الجراف. خلي بالك بقى الجراف اللي سعادتك شايفه هنا، عند depth equal zero البريشر لا يساوي zero ولكن يساوي قيمة، هو في النص بالضبط ما بين ال 0.8 وال 1.2. الرقم اللي في النص بالضبط ده هيطلع بكام؟ هيطلع ب 1. وبالتالي
كده يبقى إذن القيمة دي اسمها إيه؟ الأتموسفيريك بريشر. مبدئيا أول ما قريت السؤال عرفت إنها ليك، أول ما قريت السؤال عرفت إن عند دبسي إيكوال زيرو وأنا على سطح البحيرة لا يمكن البريشر يساوي زيرو، ولكن البريشر يساوي أتموسفيريك بريشر. كل الكلام اللي أنت بتقوله ده عبارة عن إيه؟ كل فهمك اللي أنت بتقوله ده يطلع في رسمة الجراف. طبعا يجي بقى الجراف هو اللي رسمه ويقول لك ارسم. ده مش موضوعي، احنا بموضوعي ان انا افكرك بالاسئلة والحتت الكريتيكال تيجي زي ما تيجي في الامتحان. انت مخك موجود وانت طالب شاطر وكويس وهتعرفه تحله كويس ان شاء الله، وعندي ثقة فيه ناس كتير قوي قوي منكم بإذن الله. تعال نبص على نفس الفكرة نعمل ايه. ها نزود شوية سنة صغيرة ونتكلم عليها. The following graph represents the value of pressure in bar. اوعى تنسى، فاكر البار ده؟ عشان احول من باسكال لبار times 10 to the power of negative 5، وعشان احول من بار لنيوتن بير متر سكويرد او باسكال times 10 to the power of 5. ماشي. ها the value in bar inside two containers A and B filled with liquid and the depth of the liquid in the two containers. زي الفل. اوكي. From the ground what is the value of atmospheric pressure. طب تيجوا نلقي نظره كده. واحد، انت واخد بالك ان بي جراف بي عند دبس ايكوال زيرو البريشر بيساوي زيرو، فبي العلاقه بي للكونتينر كلوزد كونتينر. طب تعالى الاي الدبس ايكوال زيرو البريشر نوت ايكوال زيرو ولكنه ايكوال 1 بار، يبقى اي ذا اوبند كونتينر يا اساتذه يا محترمين يا افاضل، وبي كلوزد كونتينر. كويس. هو السؤال بيقول ايه؟ From the graph what is the value of atmospheric pressure. يبقى اذا ها ال value of atmospheric pressure 1 bar اللي هي 1 times 10 to the power of 5 newton per meter square او 1 times 10 to the power of 5 pascal. كويس. انت واخدين بالنا، احنا واخدين بالنا ان التو لاينز بارر اللي بعض. طالما التو لاينز بارر اللي بعض يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان سلوب اوف اي ايكوالز سلوب اوف بي، يعني رو جي اوف اي ايكوالز رو جي اوف بي، يعني الدنسيتي اوف اي ايكوال الدنسيتي اوف بي. طب تيجي نفهمها. ده معناها ايه؟ معناها ان سي ان انا معايا كونتينر فيه ووتر وانذر كونتينر فيه ووتر، يبقى الليكويد هو الليكويد. طيب وده معناه ايه؟ ان كونتينر بي اللي فيه ووتر كان كلوز، وكونتينر اي اللي فيه ووتر برضو اوبن كونتينر. ده ما يمكن ان اتخيله اول ما بصيت على الجراف. كويس. Which of the two relations has a higher pressure at depth 10 متر. تعالوا لي كده عند دبس 10 متر اهو، عند ال 10 متر ادي ال 10 متر. كويس. البريشر اوف بي بيساوي 1 بار، وعند 10 متر البريشر اوف اي 2 بار. يبقى اذا يبقى انا عملت طلعت عند ال 10 متر شفت البريشر عند بي 1 بار، عند 10 متر البريشر اوف اي ب 2 بار. Which of the two relations has higher pressure has a higher pressure. تمام. Which of the two relations has higher pressure at depth 10. يبقى A. Justify your answer. انت بتقول ايه ليه؟ طبعا اولا انا شفتها من الجراف، ثانيا because atmospheric pressure added to container A. يبقى because atmospheric pressure added to container A. جميل، شكرا. تمام. الكويستشن اللي بعده برضو على نفس القصة لأن التكرار يعلم الشطار. ها بس بشكل جديد. The following graph represents the values of pressure in Pascal at different points inside two closed containers. بص كده، container A closed و container B closed. عرفت منين؟ at depth equal zero the pressure equal zero two containers closed. كويس. filled with two different liquids. طب هما صحيح two different liquids. ما هو slope of A rho g و slope of B rho g، فالrho g of A أكبر من الrho g of B. ليه؟ slope of A greater than slope of B. الأنجل اللي عاملها container A أو relation بتاعت container A أكبر من الأنجل اللي عاملها relation of container B with X axis. يبقى slope of A greater than slope of B. يبقى density of A greater اللي هي rho g بتاعت الA أكبر من rho g بتاعت الB. يبقى density of A greater than the density of B.
What is the values of pressure for container A and B at depth 0.5 and 0.5 depth 0.5 for B for 1000 Pascal and depth 0.5 for A 5000 Pascal. Find the height of liquid in container A which makes pressure 0.03 bar. ال 0.03 bar اللي هي 3000 اللي هي 0.03 times 10 to the power of 5 عشان احول لباسكال فتطلع ب 3000. عند 3000 اعمل intersection مع ال A فتطلع 0.3 meter. Which of the two liquids has a higher density and why? A, because the slope of A greater than the slope of B. Rho G بتاعت ال A أكبر من الرو جي بتاعت البي. أوكي. هنا. Question 16. في question 16 دي ده سؤال responsible على مين؟ measuring of height. لو أنا عندي مثلا ناطحة سحاب طويلة كده ولا حاجة وعايز أجيب طولها أو ارتفاعها. طيب هجيب ارتفاعها ازاي؟ في عندي طرق بدائيه عشان اجيب ارتفاعها، اخلي واحد يطلع لي فوق السطوح ويدلدل لي حبل واجيب الحبل من فوق لحد تحت واقيس الطول بتاعه، ده افكار قميئه، تمام؟ لو احنا عايزين نشغل الفيزياء عشان نجيب ارتفاع ناطحه سحاب، تمام؟ شكلها ايه؟ تمام؟ اعمل ايه؟ هطبق قانون بسيط كده اللي هو ها رو ميركوري دلتا اتش ميركوري ايكوالز رو اير دلتا اتش اير. طيب انا معلش محتاج كده اقعد اشرح معاكم كده سنه صغيره الحته ديت. بصوا معايا، لو تخيلنا ان ده سطح الارض، ولو تخيلنا ان ده مبنى، اللي بيحصل انا عايز اجيب ارتفاع المبنى ده، فانا هعمل ايه؟ تمام، هاجي هحط هنا باروميتر على الأرض. وهجيب الـ height of mercury جوه البارامتر كيوب. سي. أنا هنا بشرح لحد ما نشوف الإكزامبل. كان بكام؟ 76 سنتيمتر دوت اتش جي. كويس؟ طلعت فوق. At the top of mountain أو البيلدينج ده. وبعدين حطيت باراميتر، فايه اللي حصل؟ جبت الهايت اوف ميركوري جوه البارامتريك تيوب طلعت ب 74 سنتيمتر دوت اتش جي. شكرا. ايه اللي يحصل؟ انا عايز اجيب ارتفاع المبنى ده، فاعمل ايه؟ اعمل ابلاي للايكويشن دي، رو ميركوري دلتا اتش، سوري ثانيه واحده، دلتا اتش ميركوري equals رو اير دلتا اتش مين اير اللي هو مين؟ ارتفاع المبنى ده اللي هو دلتا اتش كبيرة، تمام؟ يبقى رو ميركوري دلتا اتش ميركوري equals رو اير دلتا اتش اير عشان اقدر اجيب ارتفاع المبنى ده. تعالوا كده مع بعض نبص على الاكزامبل بتاعنا. اوكي، هنا بيقول لي the reading of parameter at the ground floor is 76 centimeter mercury. Find its reading in its upper floor if the density بتاعت الـ air 1.25 kilogram per meter cube and the height of the building is 80 meter. Guys, بص، رو اير دلتا اتش اير ايكوالز رو ميركوري دلتا اتش ميركوري. الرو ميركوري 13600، دلتا اتش 0.76 ماينس الهايت فوق، الهايت اوف ميركوري عند التوب اوف ذا بيلدينج. اوكي، رو اير 1.25، الهايت بتاع البيلدينج بيساوي 80 متر. الاتش دي معلش ملهاش لازمه. اوكي، وبناء عليه او ده المفروض ان هو نيو لاين، فيطلع لي الاتش 1 بتساوي المفروض في نيو لاين H1 equals 75.26 سنتيمتر ميركوري. يبقى أنا كده جبت الـ height of mercury فين؟ at the top of the building. جميل.
الكويستشن اللي جاي اللي لازم هرسمه معاكم وهقوله لكم تاني واحده واحده. A cross sectional area of one end, هنا دي U shaped tube. A cross sectional area of one end of U shaped tube is twice the other. جميل. When the suitable amount, when a suitable amount of water is placed in the tube and amount of oil is poured into the wide end. Okay, ماشي. The surface of water in the tube lowered by 0.5. Calculate the height of oil in the tube, knowing that the density of water is kaza and that equal and that that of oil equal 800. كويس. معلش هنبص هنا مع بعض كده. يبقى اذا هي في ناحيه عريضه وفي ناحيه رفيعه. الووتر بليست ها، وبعدين الاويل بورد ان ذا وايد اند والسيرفيس اوف ووتر ان ذا تيوب لوورد باي 0.5. تعالوا كده، هو عايز ايه بقى؟ ها عايز كالكوليت ذا هايت اوف اويل. تمام، مع بعض كده واحده واحده. تمام، عايز معاكم كده نرسم ونتخيل واحده واحده. انا معايا اليو شيبد تيوب اهي، كويس الاول، وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اليو شيبد تيوب فيها ليكويد اللي هو ووتر. تمام، يبقى الاول ببدا بالليكويد الاولاني. طالما ليكويد واحد فالهايت اوف ليكويد ويت تو برانشز ذا سيم هايت وات ايفر ذا جيومتريكال شيب. ليه؟ لان على ايدك اليمين هنا البرانش ده سبجكتد للاتموسفيريك بريشر، وعلى ايدك الشمال البرانش ده سبجكتد للاتموسفيريك بريشر، فهيصبح البريشر على اليمين اتموسفيريك بريشر وعلى اليسار اتموسفيريك بريشر. زي الفل كده، جميل جدا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تاخدها بالتصوير البطيء زي ما كنا بنقول، حطينا شويه اويل، نحط الاويل وننتظر. يخطئ من يخطئ، من يعتقد ان سطح الووتر بمثابه منضده سوف يتحمل هذا الحمل الزائد من الاويل ولكنه سوف ينخ. فايه اللي يحصل؟ فسطح الووتر ينخ. قد ايه النخ؟ نيخ، ننخنخه قد ايه؟ ها، ننخنخ الحته دي 0.5. تعالى بس الحبه اللي نخنخناهم دول نعملهم ايه؟ نقطعهم من فوق. تمام، ونظبط الدنيا بس كده شويه. تمام، حلو. طيب ايه اللي حصل؟ الووتر اللي كان هنا خد بعضه وطلع لفوق، فحصل ان الهايت اوف ووتر طلع لفوق قد كده. البوينت 5 سنتيمتر طلعت هنا كام؟ 1 سنتيمتر. ليه؟ لا ليه كانت تطلع 0.5 تطلع 0.5 لو كانت تو برانشز قد بعض، ولكن انا جاي من برانش الاريا بتاعته ضعف البرانش النارو، فيبقى البوينت 5 تروح 1. طب لو كانت 3 اضعافها فالبوينت 5 تروح 1.5، 4 اضعافها فالبوينت 5 تروح 2 سنتيمتر، اند سو اون. anyway، وبعدين نروح عاملين ايه؟ نروح عاملين خط جديد عند السيبريتنج ليفل. تمام، اوعى تنسى الحته دي ارتفاعها كام؟ 0.5. تبقى الحته دي بكام؟ 0.5 سنتيمتر. زي الفل، شكرا جزيلا. نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا خدنا مصلحتنا، والخط ده ملوش اي 60 لازمه عندنا، احنا خدنا مصلحتنا منه وعرفنا الدنيا ماشية ايه، فمسحنا الخط ده. دلوقتي نبدأ نتكلم بقى. عندي ايه؟ ها، A و B two points in the same horizontal level in the same liquid so they must have the same pressure. فالبرشر عند نقطة A بيساوي البرشر عند نقطة B، يبقى رو جي H عند الـ A بيساوي رو جي H عند الـ B. تمام، الجي مع جي بالسلامة حبيبتي. هنا 1000 والهايت هنا بكام؟ 1.5 سنتيمتر. كل ده الهايت اوف ووتر. هنا رول اويل 800 وهايت الاويل انا بدور عليه اللي هو كل ده. البوينت 5 سنتيمتر دي ما استخدمتهاش في حاجة اكتر من ان انا قدرت
ما استخدمتهاش في حاجه في الهايت اوف اويل، لكن ان الموفمنت اللي حصلت بتاعه الليكويد نزل من الوايد برانش 0.5 سنتيمتر وطلع للنارو 1 سنتيمتر. خلي بالك، بص النوعيه دي من الاسئله لازم ترسمها وتتخيلها صح عشان تقدر تحل صح. اذروايز انسى يا حبيبي، انك تعرف تحل لازم اتخيل صح عشان اعرف احل صح. اوكي تمام، نشوف السؤال اللي بعد كده. تمام، هنا ده السؤال نمبر 18 بيقول لي يا فرح، يا رب تكوني قاعده سامعاني يا فرح ان شاء الله. تمام، الحتة بتاعت فرح اللي هي زعلانة منها أو خايفة منها، بص يا فرح بالفعل الحتة دي تقيلة شوية، كويس؟ تقيلة شوية بس مش مستحيلة. الحتة دي محتاجة بس نركز واحدة واحدة في الكلام عشان نبقى عارفة. أنا عارف كويس قوي إنك أنت مذاكراها، وعارف كويس قوي إنك أنت حافظة اليونتس، أنت وكل الناس الشاطرة، تمام؟ حافظة اليونتس. كل ما هنالك إن إحنا نهدى واحدة واحدة عشان نعرف نقراها، نقرا السؤال صح فنعرف نحل صح. هنا برضو عايز افكركم حاجه بتاعت رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي، ها لما نقول ايه كلب وكلب مجموعهم الصم بتاعهم يبقى ايه؟ كلبين، قطه وقطه قطتين، ها كلب وقطه مجموعهم يبقى ايه؟ ما ينفعش تقول لي كلب مقطقط ولا قطه بنت كلب، لان انا ما بجوزهمش يا حبيبي، انا بقول لك انا عايز الصمشن بتاعهم، مش بقول لك جوزهم لي عشان تقول لي كلب مقطقط ولا قطه بنت كلب، بغض النظر يعني عشان بتوع البيولوجي برضو ما يزعلوش مننا من الكلام ده، لان الكلب اللي هيطلع على كلب مقطقط ولا هتطلع قطه بنت كلب. anyway، فيبقى حضرتك لما نيجي نقول اما اجي اعمل سميشن فلازم طالما قلت بلس فيبقى البلس دي بلاليصك تبقى زي بعض، اللي على اليمين اللي هو يمين البلس وشمال البلس لازم يبقى من نفس النوعيه، يبقى اذا نتفق مع بعض، اذا طالما قلت بلس فيبقى البلس دي معناها يمين البلس ويسار البلس من نفس النوعيه، هي دي القصه في السؤال ده، كويس؟ تمام، لما اجي اقول بلس لسنتيمتر مع سنتيمتر، بلس سنتيمتر سكويرد مع سنتيمتر سكويرد، بلس سنتيمتر كيوب مع سنتيمتر كيوب، كويس؟ ما يصحش اقول بلس لسنتيمتر مع سنتيمتر سكويرد، ليه؟ سنتيمتر بالانس، سنتيمتر سكويرد ده اريا، ما ينفعش اعمل لهم اديشن، ما ينفعش اقول سنتيمتر سكويرد بلس سنتيمتر كيوب، ما ينفعش، طيب، حتى في البريشر. ما ينفعش اقول ايه؟ اجيب بريشر بالسنتيمتر ميركوري اقول بلس باسكال، او بريشر بالسنتيمتر ميركوري بلس بار، لازم ايه؟ سنتيمتر ميركوري بلس سنتيمتر ميركوري، بار بلس بار، نيوتن بير متر سكوير بلس نيوتن بير متر سكوير، باسكال بلس باسكال، بس يبقى القصه هنا اللي احنا نبقى متفقين عليها، طالما قلنا بلس فلازم بلاليصك تبقى متشابهه، يمين البلس ويسار البلس من نفس النوعيه، بس انت يبقى اذا انت حطيت في ذهنك الكلام ده فالسؤال ده جاست لايك ذات، اوكي توكلنا على الله. A mercury manometer is connected to a tank containing gas. The pressure difference is recorded as 0.5 atm. بص بقى الاول ناخدها واحده واحده. البريشر ديفرنس، طب ما هو البريشر ديفرنس ده احتمال من اثنين، احتمال يكون الجاس انسايد ذا كونتينر جريتر ذان ذا اتموسفيريك بريشر. طب يبقى في الحاله دي ذا ليكويد ديبريسد في الاتاتشد سايد وإليفيت في الفري سايد. واحتمال البريشر اوف جاس في الكونتينر ليس ذان ذا اتموسفيريك بريشر. ففي الحاله دي ايه اللي يحصل؟ فالليكويد اليفيت في الفري سايد، سوري اليفيت في الاتاتشد سايد وديبريسد في الفري سايد. طيب اعرف منين؟ اعرف لانه قال لي ان الدفرنس 0.5 ATM يعني ادهاني بالبوزيتيف. خلي بالكم لو كان في حد مش فاكر ان المانوميتر داخل معانا، احنا كنا عملنا حصه للمانوميتر قبل كده. anyway فيبقى ال 0.5 ATM بالبلس سايبها لي بالبوزيتيف، يبقى معنى كده ان البريشر اوف ترابد جاز اكبر من الاتموسفيريك بريشر، يبقى معنى كده ان الليكويد ديبريسد في الاتاتشد سايد واليفيت في الفري سايد. تمام، كالكيوليت ذا بريشر اوف انكلوزد جاز ان ذا فالونج يونتس. واحد الاتموسفيريك بريشر يونتس، اثنين نيوتن بير متر سكوير، ثلاثه بار، اربعه سنتيمتر ميركوري. خلي بالك في هذه النوعية من الأسئلة حذاري وألف حذاري، تحط
ها كونستانت من دماغك، لازم تفولو الكونستانت اللي هو مديها لك. حضرتك هو مديك ارقام وعارف ان في طلبه هتفتي وهتطلع ارقام من دماغها. على فكره بالمناسبه الطلبه الشطار دايما دايما الشطار قوي لما يجي يحل السؤال ده الوهله الاولى بيحلوه غلط معايا، تمام؟ ليه؟ لان هو عشان شاطر ففهم اللعبه ففهلوي فهوب يروح حاطط من دماغه ارقام. مثلا بص، لا يتفق اني لما اقول لك ان الاتموسفيريك بريشر ب 10 تو ذا باور 5 نيوتن بير متر سكوير، لا يتفق ان الاتموسفيريك بريشر هنا يساوي 76 سنتيمتر مركوري. فحضرتك ما ينفعش تحط ارقام من دماغك وتقول لي يبقى قيمه الاتموسفيريك بريشر ب 76 سنتيمتر مركوري لان حافظها، تمام؟ لانك لو حافظها 76 سنتيمتر مركوري كانت المفروض الاتموسفيريك بريشر يبقى 1.013 تايم 10 تو ذا باور 5، ولكن كون قدك 10 تو ذا باور 5 يستيك to the given، stick to the given. الراجل الحاجة اللي ادها لك امسك فيها واشتغل عليها. anyway الـ atmospheric pressure 10 to the power 5 newton per meter squared، الـ density كذا والـ g كذا. اوكي تعالوا لي انا عايز اعمل ايه، ارسم السؤال ده معاك واحدة واحدة كده ونشوف الدنيا. واحدة واحدة كده. الاول ده المانوميتر بيميجر absolute pressure of trapped gas او pressure difference of trapped gas. فالمانوميتر بيميجر absolute pressure of trapped gas او pressure difference of trapped gas. اوكي ماشي، تعالوا دي لو احنا قلنا دي 1.1 و 0.2 1 و 2 are two points in the same horizontal level in the same liquid so they must have the same pressure. فالبريشر عند نقطة 1 هو pressure of gas والبريشر عند نقطة 2 هو انا مش عارف اجيب pressure of gas، هجيب مين؟ pressure of mercury plus الاتموسفيريك pressure. ده اللي انت مذاكره. البريشر عند نقطة 2 اهي، مين اللي ضغط عند نقطة 2؟ بريشر اوف ميركوري بلاس الاتموسفيريك بريشر. كويس، هنا بقى هنبدأ ايه؟ قلنا بلاس، فيبقى بلاليصك تبقى من نفس النوعية. هو بيقول لي ايه؟ خلي بالك، بيقول لي ان البريشر ديفرنس، البريشر ديفرنس الحتة دي اللي هي بريشر اوف ميركوري اللي هي البريشر ديفرنس بتساوي قد ايه؟ 0.58 m. يعني الحته دي اللي هي البريشر ديفرنس بريشرها قد الاتموسفيريك بريشر او نص قيمه الفاليو اوف اتموسفيريك بريشر. طب الاتموسفيريك بريشر بكام؟ بواحد. واحد ايه؟ 8 m. كويس، يبقى اذا التوتال بريشر، بص بقى خلي بالك انا عملت بلس 8 m و 8 m فتطلع الفاليو بتاعتها بكام؟ 1.5 atmospheric pressure. يبقى الـ absolute pressure of trapped gas equals 1.5 atm، يعني قد قيمة الـ atmospheric pressure بـ 1.5 times. جميل، ادي اول حاجة همسحها عشان الرسمة تفضل جنبي مني. هو عايز السؤال عايز القيمة بكام؟ واحد بالـ atmospheric pressure، اتنين عايز القيمة بالنيوتن بير متر سكويرد. كويس، بصوا لي بقى هقول ايه، هشغل هنا. مش كل واحد اي تي ام بيساوي 10 تو ذا باور اوف 5 باسكال او نيوتن بير متر سكوير. يا ترى ال 1.5 اي تي ام بتساوي قد ايه اكس؟ فتطلع الاكس بتساوي 1.5 تايمز 10 تو ذا باور اوف 5 باسكال أو نيوتن بير متر سكوير. وبكده يبقى أنا جبت قيمة الأتموسفيريك بريشر بالنيوتن بير متر سكوير، جبت قيمة البريشر أوف ترابد غاز بالباسكال أو بالنيوتن بير متر سكوير. جميل، طيب نعمل إيه؟ نمسح. عايز إيه؟ عايز أجيبها بالبار. طيب اقول له ايه؟ بصوا لي، مش كل واحد بار بيساوي 10 to the power of 5 نيوتن بير متر سكوير. يا ترى ال 1.5 times 10 to the power of 5 نيوتن بير متر سكوير بتساوي كم بار؟ هسميها واي، فتصبح الواي بتساوي 1.5 بار.
فيبقى جبت قيمة الـ pressure of trapped gas بالبار 1.5 بار. جميل. Another requirement عايزين نحله. ده بقى اللي بالفعل محتاج طلبة شاطرة. بصوا لي. بس مش مستحيل. يعني أنا مش شايفه مستحيل. بصوا. تيجي نعكس. أنا هعكس الأول أفكرك بحاجة أنت عارفها. لو أنا قلت لك معايا 74 سنتيمتر من ليكويد اسمه ميركوري هات لي البريشر بتاعهم، هتقولي إيه؟ البريشر بتاعهم؟ عايزه بالنيوتن بير متر سكوير أو باسكال؟ رو جي إتش، رو ميركوري جي 9.8 أو 10 أو 0.74. طيب لو قلت لك أنا معايا 74 سنتيمتر من ليكويد اسمه ووتر هات لي البريشر بتاعهم بالنيوتن بير متر سكوير، هتقولي آه رو جي H رو ووتر G 9.8 H 74 اللي هي 0.74 عشان تطلع القيمة بالنيوتن بير متر سكوير. طب لو قلت لك أنا معايا 74 سنتيمتر من ليكويد اسمه أويل هات لي البريشر بتاعه حيث الدنسيتي بتاعت الأويل ده 800، هتقول لي رو G H رو أويل 800 G 9.8 H 0.74 فيطلع لك القيمة بالنيوتن بير متر سكوير. كويس، تعال بقى. يبقى أنت عارف إن البريشر بيساوي رو جي اتش. كويس، لو انا حطيت الرو بالكيلوغرام بير متر كيوب الجي ب 9.8 متر بير سكند سكوير اور وات ايفر 10 متر بير سكند سكوير والاتش بالمتر فهنا البريشر بالباسكال او بالنيوتن بير متر سكوير. كويس، انا معايا بريشر قيمته كام؟ 1.5 تايمز 10 تو ذا باور اوف 5 باسكال. مين ده؟ ده بريشر الغاز. أو بيقول لي هات لي البريشر ده قد ايه من ليكويد اسمه ميركوري. اوكي، رو ميركوري 13600 جي 9.8 تايمز اتش، فهيطلع لي الاتش بتساوي معلش اجيبها بالكالكوليتر كده بسرعه. كويس، 1.5 تايمز 10 تو ذا باور 5 ديفايدد باي 13600 فتطلع لي 1.12 او خليها 1.5 متر من ليكويد اسمه ميركوري. بس مش هو مش عايزها بالمتر، عايزها بالسنتيمتر. تبقى ال H equals that times 100 فيطلع بكام؟ ها 112.5 سنتيمتر من ليكويد اسمه ميركوري. هنا انا حاولت اعمل باسرع ما يمكن سيرفي سريع عشان افكركم بشويه تريكات صغيره. عندي ان شاء الله انا اكيد عندي شطار كويسين وعندي ناس كويسه وعندي ناس ذكرت ولمت الدنيا، وعلى فكره المنهج كله على بعضه ما فيش حاجه. انت اصلا كل اللي خدته ما يكملش شهر، واخد بالك؟ لان احنا ساعه لما دخلنا مثلا 12 في شهر 2 تمام، كان 12 2 ولا حاجه، ووقفنا في 9 ولا 15 3، فكل اللي خدناه هو شهر. عدد المعلومات اللي خدناها اول عن اخر قليله، عدد الاسئله قليله. اتمنى من الله ان شاء الله انكم تكونوا ذاكرتوا كويس، وانا حبيت افكركم ببعض البوينتس الهامه، وباذن الله بكره ان شاء الله هلاقيكم حلين كويس جدا 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 جدا، وبالتوفيق بإذن الله، ونراكم بإذن الله في تالتة، ونشوفكم في الجامعة من أحسن الناس بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، السنين الحلوة بتعدي بسرعة، هتوحشونا. مع السلامة.